اللبناني وفصل الشتاء قصة لطالما روينا فصولا منها، ويبدو أن فصولا أخرى وكثيرة بانتظارنا. فمعاناة اللبناني مع هذا الفصل الذي تحول نقمة لن تنتهي يوما. في الجنوب وتحديدا في مدينة صور، خلفت العاصفة الأخيرة ومعها الأمطار الغزيرة أضرارا كبيرة في المزروعات والممتلكات، كما تحولت معها الشوارع إلى مستنقعات مياه حاصرت سكان المناطق الشعبية. بتفيد الدنيا مثل الماء، فاتت على المحلات وفاتت على البيوت. في خسائر؟ في خسائر كثيرة. أما في صيدا فقد أدى تساقط الأمطار إلى أضرار في خيام الاستراحات الممتدة على طول البولفار البحري، كما قطعت بعض الطرقات بسبب الوحول والأتربة. ومن الجنوب إلى البقاع، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى زحمة سير خانقة في زحل وتعطل بعض السيارات. أما في راشية والبقاع الغربي فغرقت الحقول والمساحات الزراعية بالمياه. المشهد لم يختلف في الشوف، حيث غمرت الأمطار الغزيرة الأراضي الزراعية، فيما قطعت طرقات لبعض الوقت جراء زحل الأتربة وتكدس الوحول في وسط الطريق.